دخل إلى مباراة كذا في الملاكمة من الدرجة الأولى مثل ما أنت شايفين بطريقة احترافية. الجيم مكمل من كل الأشياء، طبعا حسيت أن الجيم إلى الاحترافيين، فخلينا نسأل الحين صاحب الجيم أنه هو للاحترافيين أو للمبتدئين أو للكل. الجيم تم تصميمه على المحترفين والمبتدئين، الكل سواء. جينا إلى غرفة التايكوندو كده والكاراتيه والحركات، الحين بيسوون لنا تدريب لايف. شوفوا ما شاء الله بعيدة، كيف يوصلها ما أدري والله. هاي طبعا ما شاء الله جامعين في كل غرفة مثل ما أنت شايفين مجموعة من الألعاب تصل حتى إلى 12 لعبة، مثل هذه الحين غرفة الـ MMA طبعا تجمع تقريبا 12 لعبة، والبوكسينج اللي صورناها قبل الكيك بوكسينج راح تجمع تقريبا 7 ألعاب مثل ما أنتم شايفينها. يحتوي على عدة أدوار، وهذا الدور الثالث اللي احنا صعدنا. شوفوا ما شاء الله يحتوي على أجهزة كلها احترافية، وطبعا أجهزة عالية من الجودة والدقة مثل ما أنتم شايفين. حتى وأنتم تمشون على السير راح يجي لكم كذا أشكالكم تمشون في الشارع، يعني عيشكم جو لايف أنكم أنتم فعلا قاعدين تمارسون هذا الرياضة في أجواء جدا جميلة، وحتى فيها ميوزك وكثير شغلات. الغرفة تحتوي على عدة خدمات منها رفع الأثقال والدنابل والأشياء الرياضية والسير، فيها أشياء جدا متعددة تقدر أن في آخر يوم في الجيم في آخر الوقت تقدر تجي أنك تستمتع في هذه الغرفة من هالمشي ورياضات أخرى. سألوني عن الأعمار اللي يستقبلون فيها في الجيم من عمر 5 سنوات وفوق. طبعا أصحاب الهمام عندهم جميع الرياضات مجانية طوال فترة رمضان، تقدر أنك تستفيد من هذه العرض وتسجل معاهم.